بكم أعزائي الدارسين في الفصل السابع بعنوان سلوك المشتري الصناعي. ما هو السلوك المشتري الصناعي؟ هو سلوك كل المنظمات التي تقوم بشراء السلع والخدمات إما بغرض إنتاج سلع وخدمات أخرى أو بيعها أو تأجيرها أو توريدها للغير. طبعا الهدف هو تحقيق ربح، مش عايز كلام. أنواع المنظمات أو أنواع المنتجات الصناعية كثيرة، في منتجات زراعية زي الفواكه والخضروات والقمح والأرز والذرة وغيرها، في مواد أولية طبيعية سواء كان متجددة زي الطاقة الشمسية أو غير متجددة زي البترول والمعادن والفحم والأخشاب والحديد. في أجزاء ومواد مصنعة، ودي عبارة عن مواد أجريت عليها بعض العمليات التصنيعية استعدادا لدخولها في عمليات أخرى. والحاجة زي صناعة الغزل والنسيج، تبص تلاقي في عندك حلق القطن والنسج وبعدين القماش وبعدين التصنيع، وزي صناعة السيارة، الصناعة التجميعية أو الصناعات التي تتم على مراحل يعني. وفي مهمات تشغيل والصيانة، ودي زي الزيوت والشحومات، هي مواد لا تدخل في الإنتاج بشكل مباشر لكنها تساعد في عملية الإنتاج. ما هي خصائص سوق المشتري الصناعي؟ واحد، من حيث هيكل السوق والطلب، هنجد قلة عدد المشترين الصناعيين مقارنة بعدد المستهلكين. تجد عدد المصانع أقل بكثير من عدد المستهلكين، لكن خلي بالك إن قيمة الصفقة في سوق المشتري الصناعي تفوق مثيلتها في سوق المستهلك الأخير، ملايين الجنيهات. الصفقات بتبقى الصفقة الواحدة يعني أموال باهظة كثيرة. التركيز الجغرافي، عدد المصانع وعدد الشركات غالبا ما يكون أقل من عدد المستهلكين، بالإضافة إلى حتة أو إلى جزئية إنه بتتمركز الصناعات في مدن بعينها، في تمركز جغرافي زي مثلا مدينة السادس من أكتوبر، مدينة العبور، مدينة العاشر من رمضان. لكن سوق المستهلك الأخير عدد المستهلكين كثيرين، ومش بس كده، متناثر جغرافيا، متفرق في أنحاء الدولة، مهوش متمركز زي سوق المشتري الصناعي. كمان عدم مرونة الطلب، هنجد إنه الطلب في سوق المشتري الصناعي غير مرن إذا قارناه بسوق المستهلك. وكلمة غير مرن يعني لا يستجيب للتغيرات السعرية وفقا لقانون عرض الطلب. احنا عارفين ان قانون عرض الطلب بيقول انه لما بيميل سعر السلعة الى الارتفاع بتقل الكمية المطلوبة، ولما سعر السلعة بينخفض بتزيد الكمية المطلوبة. هذا في السلع في السوق الصناعي مش موجود بشكل كبير. ليه؟ لان لو انا عندي مثلا مصنع معين والمصنع ده عامل طلبية مع أحد العملاء لازم يوفيها ولازم يسلمها في الوقت المحدد، ودي سعر الخامة اللي هيصنع منها المنتج اللي هيسلمه للعميل، السعر ارتفع. هل معنى هذا إنه مش هيشتري من الخامة؟ لا، لازم يشتري عشان في عقود بينه وبين العملاء. على الصعيد الآخر، لو في خامة سعرها انخفض والمصنع ما عندوش طلبيات، مش هيزود الكمية المشترى. يبقى الطلب في سوق المشتري الصناعي غير مرن في أحوال كثيرة. تذبذب الطلب، الطلب في السوق الصناعي هتبص تلاقيه يتأثر بعوامل كثيرة، منها ما هو داخلي وخاص بالمشتري نفسه، ومنها ما هو خارجي خاص بالبيئة المحيطة بالصناعة زي المنافسة وزي الحالة الاقتصادية وزي القوانين والتشريعات إلى آخره. دوافع الشراء في سوق المستهلك الأخير، الدوافع بتكون عاطفية. في سوق المشتري الصناعي الدوافع بتكون عقلية. الخاصية الثانية التي يتميز بها سوق المشتري الصناعي طبيعة رحلة الشراء، إنه عدد المشاركين في قرار شراء المنتجات الصناعية أكثر منه في حالة شراء السلع الاستهلاكية، ويتطلب قرار الشراء مجهودات مكثفة ويحتاج إلى أفراد لديهم خبرة وتدريب كافٍ بعملية الشراء وطبيعة المنتجات.
ثلاثة أنواع القارات وعملية الشراء، هتجد إن قارات شراء المنتجات الصناعية أكثر تعقيدا من قارات شراء المنتجات الإسلامية من حيث الإجراءات والوقت والمواد المالية اللازمة. زد على كده إنه المنتجات الصناعية بتتطلب إيه؟ أن يكون هناك تعامل مباشر ما بين البائع والمشتري، طبيعة الصفقة. لكن في المنتجات الاستهلاكية التعامل المباشر بيكون أمر في غاية الصعوبة. وهتلاقي حضرتك عندك في صفحة 209 بالكتاب جدول يقارن بين السوق الاستهلاكي والسوق الصناعي، الرجاء الرجوع لهذا الجدول. بعد كده في ثالثا خطوات الشراء للمشتري الصناعي. أول خطوة طبعا إدراك المشكلة، هو لازم حضرتك عشان تشتري يبقى لابد أن تستشعر أن هناك حاجة، والحاجة دي قد تكون نتيجة مؤثر داخلي، زي مثلا حضرتك فكرت تدخل منتج جديد، يبقى لازم عايز تشتري خامات بمواصفات معينة، أو الإدارة ما هيش راضية عن مستوى الجودة الحالي، فمضطر إن حضرتك تغير فتشتري خامات معينة. وقد يكون أو قد تنشأ الحاجة نتيجة مؤثرات خارجية زي المنافسين أو عروض أسعار من قبل الموردين أو حضور أحد المعارض التجارية واكتشاف فكرة منتج جديد. المهم الخطوة الأولى في اتخاذ قرار الشراء إدراك المشكلة، أن تكون هناك مشكلة معينة. تبدأ حضرتك تحدد المواصفات. طبعا لو المواد المطلوب شرائها من النوع النمطي، تحديد المواصفات بيبقى أمر سهل ومعروف. لكن لو بتشتري حاجة جديدة لأول مرة، في هذه الحالة قد تشكل المنظمة المشترية فريق لتحديد المواصفات. بعد ما بتحدد المواصفات، تبتدي الخطوة رقم 3 البحث عن الموردين. وخلي بالك هنا بقى مسألة البحث عن المورد أيضا هتتوقف على إيه؟ طبيعة المورد المشترك. ليس هناك طريقة موحدة أو ثابتة للبحث عن المورد، وإنما الأمر أيضا يتوقف على طبيعة المواد المشترك. إذا كانت المواد المشترك من النوع التقليدي النمطي، عندك سجل الموردين موجود على الجهاز عندك أو في الكمبيوتر في شركتك نفسها، بتقدر حضرتك تخش على سجل الموردين وتعرف. لكن لو المواد المطلوبة من النوع المعقد الفني ذو طبيعة خاصة، لا، هنا إجراءات البحث عن المورد تستغرق وقت طويل شوية. في الآخر المورد المناسب من هو؟ وذلك المورد اللي هيقدر يوفي لك المواد اللي حضرتك محتاجها بالمواصفات، يعني الجودة المناسبة وبالكمية المناسبة بالسعر المناسب في الوقت المناسب. تلقي العروض. بعد ما حددت المورد، تبتدي تتلقى عروض من الموردين. بعض الموردين في حالة الأصناف النمطية بيرسل كتالوج إلى الشركة المشتري، يوضح المشتري يوضح فيه طبيعة الأصناف. والبعض الآخر يرسل مندوب مبيعات. لكن لو الأصناف معقدة فنيا، فلا بد من تقديم عرضا كتابيا. إيه العرض الكتابي بقى هنا؟ المورد اللي بيقدمه توضح في المواصفات الفنية، الكمية، الأسعار، بلد المنشأ، مواعيد التسليم، الضمان، الصيانة، أي حاجة مرتبطة بالصفقة حضرتك توضحها في العرض. ولابد طبعا إن المورد يعتني بتصميم العرض، لأنه هذا التصميم في واقع الأمر المورد يسوق نفسه من خلاله. يعني لو أنت مصمم عرض بطريقة متقنة، هيستطيع أن يقنع المشتري، خلي بالك. فلابد أن تتحرى الدقة عند قيامك بتصميم العروض المقدمة إلى الجهات التي ترغب في الشراء. الخطوة 5 اختيار المورد. ولما نيجي نختار المورد، من الطرق الشائعة في الاختيار عندي طريقة اسمها طريقة النقط والأوزان. خلي بال حضرتك بقى معايا كده، هتبص تلاقي هنا طريقة النقط والأوزان. أنا عندي هنا 3 موردين أ ب ج. نسبة الجودة للأول، أ 80%، ب 70%، ل ج 90%. نسبة التسليم يعني هنا
مواعيد التسليم أو الوفاء بالالتزامات يعني، أو عنصر الخدمة ألف 90 ب 80 ج 100%، السعر 50 80 60، والوزن المخصص للجودة 40 نقطة، والعنصر السعر 30 والعنصر الخدمة 30، فما هو المورد الأفضل؟ هنا حضرتك هتبدأ تقيم الثلاث موردين في كل عنصر. هنمسك المورد أو الثلاث موردين ألف ب ج بالنسبة لعنصر الجودة اللي هو كان أول عمود في التمرين 80 70 90، ونضرب ثلاث أرقام في 40 اللي هي وزن الجودة، 80 على 100 في 40 ب 32، 70 على 100 في 40 ب 28، 90 على 100 في 40 ب 36. بص كده حضرتك معايا بقى بالنسبة للوفاء بالالتزامات أو التسليم، 90 80 100، جبنا الكلام ده منين؟ جبناه من العمود الثاني في التمرين، هنضربها في 30 لأن عنصر الخدمة واخد 30، 90 على 100 في 30 ب 27، 80 على 100 في 30 ب 24، 100 على 100 في 30 ب 30. السعر كان واخد آخر عمود اللي هو 50 80 60، وهيتضرب أيضا في الوزن بتاع السعر اللي هو 30 نقطة، ف50 على 100 في 30 ب 15، 80 على 100 في 30 ب 24، 60 على 100 في 30 ب 18. تجمع الموردين الثلاثة بالنسبة للعناصر الثلاثة الجودة والخدمة والسعر. مورد ألف كان واخد في الجودة كام نقطة؟ 32، والخدمة 27، والسعر 15، جمعهم هتلاقيهم 74 نقطة أو درجة يعني. مورد باء كان 28 24 24 بقى 76 مجموع. مورد جيم 36 30 18 84. انت جبت الارقام دي منين؟ الارقام دي اللي هي كانت في الجداول الثلاثة اللي فاتت بالنسبة لكل مورد في العنصر بتاع الجودة والخدمة والسعر. بنختار انهي مورد؟ لما يبقى عندك المورد ألف واخد 74 درجة، والمورد ب واخد 76، والمورد ج واخد 84، الأعلى في الدرجات هو الأفضل، وبالتالي يتم اختيار المورد ج لأنه الأعلى في الدرجات. ستة، تجهيز أوامر التوريد. بعد ما عرفنا المورد اللي احنا هنتعامل معاه نبتدي نصمم أو نكتب أمر توريد. احنا كجهة مشترية بنوضح فيه الكمية، بنوضح فيه ميعاد التسليم، بنوضح كل التفاصيل الخاصة بالصفقة، ونرسل أمر التوريد للمورد لأنه هيجهز المورد الطلبية بناء على المواصفات والبيانات المدونة في أمر التوريد. مش بس كده، المشتري لما يجي يتسلم الطلبية من المورد هيتسلمها وفقا لأمر الايه التوريد. عشان كده يجب أن تعتني الجهة المشترية بتصميم أمر التوريد، لأن إذا قبله إذا قبله المورد هيبقى عقد ما بين المورد وبين المشتري. سبعة، تقييم الأداء، ودي المرحلة الأخيرة، وبتبدأ هنا الجهة المشترية تقيم تعاملها مع هذا المورد. هل التزم بالمواصفات المحددة في أمر التوريد؟ هل ورد لنا الطلبية في الموعد المحدد بالكمية المحددة بالمواصفات المحددة بالسعر المحدد؟ بمعنى آخر، إذا كان أداءه طيبا احتمالات استمرار المنظمة معه في الأجل القصير أو في الأجل المتوسط والطويل بتبقى كبيرة، وإذا كان أداؤه دون المستوى جاز المشتري أن يرجع عليه بالشرط الجزائي ويمتنع عن التعامل معه في المرات القادمة. شكرا لحسن